اهلا وسهلا بالساده المشاهدين اللي بتابعونا من قناه دريم، القناه الام في الوطن العربي. النهارده مع بعض من مطبخ دريم بنعمل فته، ولكن الفته النهارده حصريا على مطبخ دريم هنعمل فته الطرب بالطحينه. كلنا عارفين الطرب بناكله مشوي، بنروح عند الراجل الحاتي حبيبنا اللي على الناصيه المشهور، بناخد الطرب يكون ضاني. ايه فكره الطرب واحنا شغالين فيه؟ هنشرح هو بيتعمل ازاي وازاي اعمله فته بطريقه سريعه وبسيطه، وفي وقت قليل جدا هنعمل طبق فته فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. ايه اللي بيناسب فته الطرب الضاني مع الطحينه؟ هنعمل طبق سلطه الفتوش بدبس الرمان. خلينا نشوف مقادير فته الطرب الضاني على الشاشه. معانا طرب ضاني احنا مجهزينه وهنشوف هو اتعمل ازاي، ومعايا خبز محمص، ومعايا رز مصري، ومعايا طحينه، معايا كمان عصير طماطم وتوم وملح وفلفل وخل طبعا للطشه مع كزبره ناشفه. حلو الكلام، تعالوا نشوف ازاي هنعمل مع بعض الفته بطريقه سريعه وبسيطه، وايه المشكله لو احنا في وقت زي كده مثلا الساعه 1 الساعه 2 ناكل طبق فته زي ده جميل جدا. نفطر طرب يا شيف؟ تعالوا نشوف القصه، وبتعتبر وجبه غدا كمان بتناسب الوقت ده. بس خلينا نشوف الاول الطرب ده يتعمل ازاي. طرب احنا عارفين المنديل بتاع الخروف ده مهم جدا، الراجل الجزار بياخده بيجيب حته اللحمه المفرومه المخلوطه بالدهن اللي هي او الدهون، نسبه الدهون تقريبا 30% 40%، بتتحط لها تتبيله بسيطه، ما بتتحطلهاش اي خضره بس التتبيله البسيطه، وبتختلف من حاتي للتاني، وبعد كده بتتلف في الطرب بتاعنا بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ده الطرب، فكره بسيطه. طبعا هيجي التماسك ده منين؟ عامله زي طبعا المحشي الملفوف او نقول زي الكفته، انك تحطيه في الثلاجه فتره طويله، ده لازم يتحط في الثلاجه وقت كبير علشان يرجع للشكل الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه. عايزه تخزنيه بتخزنيه في الفريزر، عايزه تحطيه في الثلاجه لغايه استخدامه مفيش اي مشكله. ده بصراحه احنا جايبينه جاهز، اتكلم من عند جزار حبيبي صاحبي موصى عليه وجايبه جاهز، ولكن عارفين هو بيتعمل ازاي، ولكن دورنا دلوقتي نعمله طبق فته. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي، مع اني ما عنديش لا لحمه خروف وما عنديش كمان شوربه وما عنديش الشوربه اللي انا هعمل فيها الخبز بتاع الفته. اقوم اعمل ايه؟ طاسه على النار، بحط في الطاسه دي معلقه زيت صغيره، وبشوي الطرب ده كده بالراحه، معلقه زيت صغيره مش كتيره لان الطرب اصلا فيه دهون. حلو الكلام، حلو الكلام. هناخد الطرب ده كده واحده واحده ونحمصه هنا او نشويه او نحمره بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. حلو قوي، تمام. واسيبه ما اقلبوش كتير لان تقليبك له كتير ممكن يفك من بعضه. بنحط الخضار ده على جنب كده، واقولك ليه حطينا الخضار كده على جنب، عشان في الاخر هستعين بالطاسه ديت واخد منها شويه شوربه حلوين دلوقتي. حلو قوي، نخلي دول كده على جنب. ايه فكره عمل الطرب فته بالطحينه؟ انا عندي الطحينه بتاعتنا، الطحينه الخام، معايا عصير ليمون، معايا توم، معايا بصله مفرومه ناعم، معايا شويه خل صغيرين. حلو الكلام، تعالوا نشوف ازاي هنعمل الطحينه بالشوربه بتاعت الطرب. خلونا نقلبه كده الاول. وعلى فكره دي اكله حلوه كمان، في طبعا حبايبنا اللي ممكن بيسافروا وبيقعدوا لوحدهم مثلا، عنده سفريه شغل فبيضطر يقعد في مكان ما واسرته في مكان ما، فجاي على مزاجه ياكل طبق فته، طريقه سريعه وبسيطه وسهله، فيها الدهن بتاع الضاني، فيها التيست بتاع لحمه بتاعتنا. هنعمل شويه الشوربه الحلوين السريعه دي كده مع بعض بواسطه الفلفل طبعا اللي بتحمص ده كده اهو. شفت الطريقه ديت بسيطه جدا وسهله ازاي اهو. عندي رز مصري سلقناه طبعا وجاهز عندي هنا زي الفل، ابص عليه كده، ده الرز جاهز، ده الرز بتاع الفته العادي بتاعنا اهو. عندي خبز متحمص جاهز زي الفل، عندي صوص طماطم هحتاج منه شويه وهنشوف هنحتاجه فين دلوقتي. عندي حله على النار فيها شويه ميه، الميه دي فيها حبهان، فيها قرنفل، فيها بصله مفرومه ناعم، فيها كمان ورقتين لورو، ده مهم جدا عشان البيون بتاع الشوربه اللي هشرب بيه الخبز بتاعي. الضاني بدا يستوي اهوت، خلاص الطرب. وفكره جديده حلوه يعني، تمام. خليه يحمره كده، هل ركزوا شوف انا هعمل الخطوه اللي جايه ديت. الرز عندي هنا
جاهز. هقوم اعمل ايه؟ الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا. الطرب هنا خلاص قرب يستوي، برصه على وش الرز ده كده. اهو شفت الخطوه ديت؟ دي مهمه جدا. اهو حطيته على وش الرز وبأثر النار على الرز نار قليله جدا. اهو بحتفظ بالطاسه بتاعتي. شفت الجو ده كده؟ اهو حلو قوي. الخطوه اللي جايه ديت اهم خطوه. لازم لما تكوني في المطبخ يكون عندك فكر. باخد مكان التحمير، هو ده هو ده ده البيون ده، ده الطعم. اه خطوه خطوه كده زي الفل. تمام شفت الجو ده كده؟ وارجع تاني ارجعه كده. الله. اتحدى الشوربه ديت بشوربه الخروف الضاني سلق للحمه. شايفه الطعم ازاي؟ هو ده الكلام، ده اللي انا عايزه. اصبحت الشوربه عندي هنا جاهزه زي الفل. باخدها هنا وعندي منها شغل كتير. اه الشوربه دي خطيره. باخد منها شويه كده، ركزي معايا اهو، واحطهم على وش الرز. شفت الشقاوة المطبخ؟ دي شقاوة مطبخ اهو. حلو قوي. واغطي النار واسيب الرز مع الطرب يكمل سواه. شفت هنا الرز بتاعي بيشرب من الدهن بتاع الطرب، بياخد من الطعم. واغطيها كده واخليها على جنب. ده خلصت من الجزء الكبير. الطرب موجود تقريبا بيستوي مع الرز، كمان حمرته وخدت شوية شوربة اللي احنا شفنا صنعناهم هنا بإيدينا بواسطة الخضار بواسطة الحبهان بنفس الشكل وغطيها كده. نيجي نعمل الصلصة الطحينة بتاعتنا الجميلة الحلوة. حلو الكلام؟ في طاسة تانية خالص ولتاكل ديت. شوفوا هنعمل ايه مع بعض خطوة خطوة. اه باخد الطحينة الخام بتاعتنا، ركزي معايا، الصلصة دي مهمة جدا. حلو قوي. عندي عصير ليمون، عندي فص توم ني، عندي شويه خل صغيرين، معلقه خل بس، ده على الطحينه. عندي صوص طماطم متسبك وجاهز زي الفل، باخد منه معلقه او معلقتين كده. حلو زي الفل. وناخد من الشوربه بتاعتنا الجميله الحلوه يا شقاوتك يا شيف، وننزل هنا. حلو. الله ده شغل جامد قوي. شوفي الصلصه اللي احنا دلوقتي هنشرب بيها الخبزه بتاعتي، وفي الاخر هستطعم انا العيش اللي انا محمصه ده بالشوربه دي بالمضرب. حلو الكلام كده. انا مجهز الطحينه بتاعتي اهي. تاني اقول انا عملت ايه؟ دي الخطوه دي مهمه جدا. تاني خدت الطحينه الخام، حطيت عليها شويه خل، شويه عصير ليمون، فص توم. ركزوا معايا الطحينه بتطلع ازاي اهو، مع التقليب تديني القوام اللي انا عايزه والبياض اللي انا عايزه، بواسطه الخل والليمون، فص توم محترم، معلقتين من صوص طماطم حلوين قوي. اهو شايفه الطحينه بتاعتي زي الفل. ما تنسيش طبعا رشه ملح جريئه، مع شويه كمون صغيرين، مع شويه فلفل اسود صغيرين. حلو قوي. اصبح الطحينه بتاعتي جاهزه. شايف القوام ده كده؟ اهو حلو قوي. طب عايزين القوام ازاي؟ هل القوام ده ينفع للفتة؟ لا، نزودها كمان شوية شوربة. الشوربة اللي بتغلي على النار دي كده. ودخلت المطبخ في خلال 20 دقيقة هتعملي طبق فتة جامد جدا باللحمة الضاني، وفي كل العناصر بتاعة الفتة، في الخبزة، في الرز، في الصلصة الجميلة الحلوة ديت حصريا على قناة دريم، صلصة الطرب الجميلة الحلوة للفتة. بخلي الصلصة كده جاهزة، طعمها بيجنن مع الخبزة المحمصة مع الرز الجاهز بتاع الطرب بتاعي. وتعالوا نطبق طبق الفتة بتاعي بطريقة بسيطة وسهلة اهو، عشان يبقى واضح لحضراتكم كده. نشيل دي كده كده على جنب زي الفل. ادي العيش اللي احنا محمصينه. حلو قوي يا عم الشيف. ناخد من الصلصة الجميلة اللي احنا عملناها وننزل بقى على الخبزة. يا دلعك يا دلعك. ما نكترش كتير عشان عايز الخبزة تبقى ايه؟ محمصة شوية، ما تبقاش طرية. عند الرز اطفي النار دي كده كمان شوية. خلاص احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة عشان ما تضيعش من بعض. حلو. اخد الرز بتاعي. الله. والطرب جاهز، باخده كده على جنب. الله هو ده الكلام.
ايه الاخبار؟ ولا كلمه. حلو، شايفين الرز لونه اتغير ازاي؟ يا سلام على شويه الرز اللي هما تحت الطرب دول. هنسيب الطرب وناكل الرز ده كده. باخد من الرز ده كده واحط على وش الخبزه. الله، هو ده الكلام. ونعمل ايه بقى؟ هرم. ناخد شويه خبز تاني، ركزي معايا كده. ناخد من الصلصه الحلوه اللي انا عاملها دي كده. يا سلام يا عم الشيف. جربي الفته دي كده وقولي لي رايك فيها ايه. بصراحه يعني مكلفه ماديا ابدا والله، هي كل القصه نص كيلو طرب بس من جزار وصايا. دعيت له دعوتين حلوين، ربنا يوعدك بزياره النبي يا عم الحاج. اداني شويه طرب عجب. الله الله، تاني ادي الطحينه. حلو، شايف الجو ده كده. تاني شويه رز كده حلوين على الوش. الله، شويه خبز محمصين، هو ده الكلام. وعندنا كمان الايه، الصلصه بتاعتي الجميله. يا دلعك يا دلعك، حلو قوي. نمسك الطرب بقى اللي احنا مسوينه من شويه وبنزين بيه كده. يا سلام. ايه الجو ده، ايه الجو ده. وخلينا بقى غيرنا طعم الطرب من ان احنا ناكله مشوي، كانه بالطريقه الجميله الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي كده. التكنيك بسرعه اللي انا عملت بيه، شويت الطرب، مكان تسويه الطرب خدت البيون بتاعه خلطته بشوربه على النار بالحبهان والمستكه، بيون اللي هو الشوربه العاديه. بعد كده خدت الطعم الجميل الحلو وبعدين خليته يغلى على النار، سويت بيه الطحينه بتاعتي وعملت بيه الصلصه وبعدين رصيته بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه. الجرنش والبرزنتيشن ده هنشوفه بعد الفاصل بتاعنا. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف اهم حاجه دلوقتي، طبق السلطه اللي هقدمه جنب الطرب الجميل الحلو، الطرب ضاني فته بالطحينه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. منشر غسيل واحد لا يكفيكي. تفقدين كثيراً من الملابس في أشهر الشتاء القارصة؟ أم تتلفوا من تعرضها للشمس أو الأمطار؟ كما أن تثبيت الملابس بالمشابك حتماً سيترك عليها أثر. وداعاً لكل هذا العناء، وداعاً لاستخدام المناشر التقليدية، مع وربة دراينج راك الحل المثالي والعصري لتكفيف الملابس. سيمكنك من تكفيف الملابس والمناشف الكبيرة والبطاطين والجوارب وملابس الأطفال الصغيرة في آن واحد. يمكن أيضاً تكفيف البطاطين والأشياء الأكبر حجماً، حيث يوجد بها قطعة مخصصة لتكفيف الأشياء الأكبر حجماً عليها. فوربة دراينج راك يتكون من 6 أرفف لتكفيف الملابس، بهم 36 صف يمكنك التحكم بارتفاع كل رف حسب طول وشكل الملابس بأربع درجات مختلفة، ذراعين لتعليق الشماعات للحفاظ على البدل والقمصان والفساتين بطريقة منظمة ومرتبة ونظيفة، أماكن لتعليق الجوارب تمكنك من تعليق 24 زوجاً من الجوارب. وربة دراينج راك مزود بعدد 6 عجلات لسهولة نقله، تجعل نقله من مكان لآخر بغاية السهولة ولا تسبب أي خدش أرضية المنزل أو وقوع الملابس هنا وهناك. وربة دراينج راك لا يشغل حيزاً كبيراً، فعرضه 151 سنتيمتر وارتفاعه 147 سنتيمتر، وعرض الهيكل 87 سنتيمتر، عمق الرف 38 سنتيمتر، وإجمالي عمق الرفين 64 سنتيمتر. كما أن عجلات دراينج راك قابلة للطي، بالإضافة إلى أن الجسم كامل قابل للطي لسهولة تخزينه، فهو يحتاج إلى مساحة 120 سنتيمتر بعرض الحائط و15 سنتيمتر ارتفاع عنها لتخزينه.
واربات راين جراك مصنوع من الستانلس ستيل عالي الجودة مقاوم للصدأ، كما أن الجسم الخارجي من البلاستيك المقوى ويتحمل أوزاناً تصل إلى 68 كيلوغرام. واربات راين جراك جميل وعملي للمساحات الضيقة، فيمكن استخدام أحد الجانبين فقط دون الآخر. واربات راين جراك سهل الطي والتخزين ولا يزيد وزنه عن 7 كيلوغرامات، كما أن معه طقم من المشابك مكون من 30 قطعة من نفس المادة المصنوع منها واربات راين جراك. واربات راين جراك رائع للاستخدام في الفنادق والقرى السياحية والمصايف والمستشفيات. واربات راين جراك متوفر بألوان متعددة: الأخضر، الأحمر، السماوي والأزرق. واربات راين جراك هو الخيار الأمثل لتكفيف الملابس صيفاً وشتاءً. مع واربات راين جراك ستشعرون وكأن ملابسكم قد تم كيها. اغتنموا الفرصة لتريحوا أنفسكم من عناء تكفيف الملابس. اطلبوه الآن. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. واهم حاجه طبعا عروسه السفره دايما لازم يكون في طبق سلطه. السلطه بعتبرها لوحه فنيه انت بتتفنني في رسمها على السفره بتاعتك. انت بتفتحي الدرج بتاع التلاجه بتلاقي فيه الخس، بتلاقي فيه الخيار، بتلاقي فيه الطماطم، بتلاقي الفجل الاحمر الجميل، الباور بتاع الجهاز الهضمي على فكره ده بيساعد على الهضم، مقوي لجدار المعده وكمان مفيد جدا لجهاز الهضمي، بيديله باور يعني بيقولك ينشط الجهاز الهضمي للمعدة طبعا. فده مهم جدا الفجل الأحمر، وعلى فكرة وجوده في السلطة أولا بيفتح الشهية وبعدين له قيمة غذائية عالية جدا. طبعا من فصيلة التوم، من فصيلة الجنزبيل، من فصيلة البصل اللي هو الفجل الأحمر ده مفيد جدا. فأنا هعمل طبق سلطة دلوقتي توليفة، يعني أنا ممكن أقولك حط خس، أنت مش ليكيش مزاج تحط خس ما تحطيش خس، خيار مش عايز أحط خيار، ولكن الصلصة اللي هعملها لتتبيلة السلطة بتناسب الفتة بتاعتي اللي هي الطرب. هعمل الصلصة ازاي؟ ده الأهم. عندي بصلية بالشكل ده كده أخوتها جوليان، يعني شرايح بالشكل ده كده، حلو أوي أهو. باخد البصلة دي كده زي ما هي، ركزي معايا أهو. الصلصة دي أهم حاجة، إضافة أي خضار ليها بقى، أيا كان طماطم، خيار، بصل، فجل، جرجير، دي بتاعتك أنت، ولكن الصلصة دي اللي هي أهم حاجة. معايا زيت زيتون، معايا ملح، معايا شوية كمون، معايا البطل دبس الرمان ده أهم حاجة، وتوم صحيح. تعالوا نشوف هنعمل الصلصة دي إزاي. وأهم حاجة الصلصة دي واعتبريها ديت هي صلصة الفتوش. أول حاجة بنزل على البصل هنا بالكمون، حلو قوي، وفص توم محترم ني، وأقلب دول كلهم مع بعض بالشكل ده كده. أتأكد طبعا إن التوم مع البصل مع الكمون اتقلبوا، ما ننساش رشة ملح جريئة كده زي الفل. أنا مش هحط سماء. حد بيقول لي دلوقتي يا شيف أحمد إيه رأيك نحط سماء؟ إحنا بنغير الطعم، السماء مع الفتوش هو ملك الفتوش. انا لما بعمل سلطه دلوقتي بدبس الرمان، دبس الرمان مع السماء الاثنين في طبق سلطه واحد بيتنافسوا على الطعم، والتنافس جوه السلطه في طعم الخيار وطماطم مش كويس. عايز استطعم دبس الرمان بوجود السماء مع عصير الليمون، مش هستطعم دبس الرمان. نركز في الحاجات اللي بقولها ديت، دي مهمه جدا. ابدا احط زيت الزيتون، الله، وابدا احط عصير الليمون، حلو قوي. شفتوا الصلصه ديت؟ دي مهمه جدا. خلاص البصلايه هنا عشق ما بين عصير الليمون ما بين زيت الزيتون، وتعالوا بقى الضيف بتاعنا دبس الرمان. اختيارك لدبس الرمان وانت بتشتريه من الماركت ايا كان هو، رقم واحد لازم تشتري منتج معروف، لانه ده بيتغش على فكره، بيتعمل بالنشا. دبس الرمان يعني نعصر الرمان ويتحط على النار زي ما بنعمل مع الكاتشب وصلصه الطماطم، ويتعقد على النار، يقعد يغلي فتره طويله لغايه لما يدينا القوام اللي حضراتكم شايفينه.
فبعض المصانع وبعض المنتجات لازم نبص لها واختارهم دبس الرمان زي الصويا صوص، الغش فيها كتير، فخلوا بالكم دبس الرمان لازم رقم واحد اشوف المنتج، لازم يكون منتج معروف كويس له اسم في السوق. رقم اتنين اشوف تاريخ الصلاحيه، ممكن وارد ان الحاجه دي متخزنه عند الراجل البقال. اهوت شوف كده، خدت الازازه ورحت على البيت، شايف القوام ده كده اهوت، لو قطع منك ما بقاش كويس، ركزي معايا، يبقى عامل زي العسل الاسود. شفت الزلازل ازاي؟ ما يقطعش منك. قطع يبقى مخلوط بميه، مخلوط بنشا، ركزي معايا كده. المهلبيه ما بتضربيها بالمضرب وتيجي تغري فيها بتقطع معاكي. شوف دبس الرمان نازل اهوت، ده مش داخله نشا، شوف المعلقه مكانها عامل ازاي اهوت. واقول لك طريقه حلوه، هنيجي على ظهر الحاجات اللي بقولها دي بجد اهم من اللي انا بعمله، المعلومات دي مهمه. انت خدت دبس الرمان وخلاص واتدبست في ثمنه 30 40 جنيه مش مشكله، بس الاخطر من كده ان احنا ناكل منه تاريخ صلاحيته منتهي، متغير، متزور، كمان مركون، بتخزن بطريقه غلط، الحاجات دي كلها تهمنا، فالمعلومات اللي بقولها اهم من الاكل. بقلب المعلقه كده واحط على ظهر المعلقه دبس الرمان، ركزي معايا، شوفي اللي هيحصل هنا. اهوت. واسيبها. ونشوف ايه اللي هيحصل، معايا طبعا الاساتذه المصورين حبايبي اساتذتي. ظهر المعلقه هنا عامل ازاي؟ اهوت. اهوت. الله دريم. شفت الشياوه؟ لازم يقطع كده. لازم يقطع كده، اهو، لازم يقطع كده. ده 100 100 سليم، اهو، شفت ازاي؟ اهو. هو ده. ده دبس الرمان. عايزه كتير بقى، عايزه شويه دي بتاعتك، انت استطعمتيه هتحط كتير. والرمان له فوائد كتيره ومهم جدا ولازم نستعين بيه في الاكلات بتاعتنا، سواء الصلصات سواء الحلويات، مع دبس الرمان جميله جدا. نعمل صينيه معمول مد بدبس الرمان والتمر جميله جدا، خلي بالك ان شاء الله هنعملها باذن الله، المعمول المد بدبس الرمان. شايف الصلصه ديت خطيره، ارفع كل حاجه انا مش عايزها بقى. ده اللي كنت انا عايز اوصله لحضراتكم، ازاي اعمل صلصه جميله بدبس الرمان. اه ويمكن احنا المصريين استخداماتنا لدبس الرمان قليله شويه، الا طبعا مع اختلاف الجنسيات والتقاء الجنسيات مع بعضها، ودايما بقول اختلاف انواع التوابل والصلصات باختلاف اللغات. دبس الرمان يعني شامي، يعني سوري، يعني لبناني، ده مهم جدا. فبس طبعا دلوقتي اختلطت كل حاجه، فاصبح استخدامه كتير في طبق شاورما محترم زي الفل، طبق كبه صينيه او كبه ماليه مع الحشوات بتاعتها، دبس الرمان ده مهم جدا، وده اللي بيميزها من مطعم للتاني. الصلصه هنا جاهزه زي الفل. هنبدا نحط بقى يا شيف الخضار بتاعي، جاي على بالي خيار، ادي الخيار موجود عندنا. قطع كده بشكل حلو، دايما اقول السلطه لوحه فنيه، ملكه البيت اللي هي الام تتفنن في رسمها. ادي الخيار بينزل هنا كده، حلو قوي. طماطم، هنحط طماطم زي الفل، ادي الطماطم جاهزه، تقطيعنا للطماطم بالشكل ده كده اهو، قطع كبيره بالشكل ده كده اهو، حلو قوي. معانا كمان بصل اخضر، يا سلام يا سلام على البصل الاخضر ده كده اهو، انا بعشقه اهو. طبعا البصل الاخضر هنا غير البصل اللي انا خالط بيه الايه دبس الرمان، خلي بالك ده مهم جدا. عندنا ايه كمان؟ عندنا فجل، يا سبع دبس الرمان حكايه، انسجام اهو، فجل الاحمر ده مهم جدا اهو. والله العظيم مصر مليانه خير، حاجات دي فجل الاحمر ده باللي هي عند وانا جاي دلوقتي شايفه الراجل هنا على راس الدريم، وانا داخل البوابه راجل عنده شويه فواكه وشويه خضار، الواحد يقف يتصور جنبهم. نستعين بالحاجات دي كلها مهمه على فكره، خلوا بالكم اهو. عند الخس زي الفل يا غالي، هناخد الخس ده كده اهو، تقطع كده اهو. طبق السلطه مش محتاج كل حاجه فيه، مع طبق الطرب بتاعي خلص الكلام. اه باخد السلطه دي اقلبها بقى كده زي الفل مع التتبيله بتاعتنا الجميله. الله يا شاوتك، ممكن تحطها في التلاجة شويه ساعه زمن، نص ساعه مفيش مشكله، على جوزك ما يجي، اسرتك كلها تتلم على خير، على الطبليه، على السفره، الجو الجميل ده، الجو الرومانسي بتاعنا الجميل الحلو. نرجع لزمن الطبليه، فين زمن الطبليه؟ ده زمن الخير وزمن الدلع. الله الله السفره اهو، انما وقت ما كل واحد بياكل لوحده في اوضه دلوقتي هو ده اللي احنا ايه بنعاني منه. اه
حلو، السلطه جميله وزي الفل. هنغرف طبق السلطه ده. تمام، حلو، خلص الكلام. انا عملت دلوقتي طبق فته جميل جدا، فته الطرب الضاني بالمنديل الضاني. حلو، شفنا عملناه ازاي بصلصه الطحينه. التكنيك ان انا خدت البيون بتاع الضاني بعد ما شويته عملت بيه صلصه الطحينه، وحطيت لها طبعا التوم مع عصير الليمون مع الخل. لازم تكون الميه بتغلي على النار عشان تدي قوام للطحينه وزي الفل. عملت طبق سلطه جميل جدا، البطل فيه دبس الرمان، وعرفت استخدامات دبس الرمان استخدمه ازاي وازاي اعرف اشتريه عشان ما يضحكش عليا، ولو ضحك عليا في الفلوس ما يضحكش عليا كمان واتخدع في طعم انا مش عايزه، ممكن يأذيني طبعا ويأذي اولادي. حلو الكلام، حلو الكلام. الف هنا وشفا. من مطبخ دريم عملنا طبق فته، عملنا عروسه السفره، طبق السلطه الجميل الحلو. وعايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، اهم حاجه دايما تخش مطبخك بحب وانت في اعتقادك ان الحاجه اللي هتعمليها حلوه هي هتطلع حلوه. ده المزاج على قناه دريم، قناه الاحلام. احلموا بس، ومعاكم الشيف المغازي. شكرا.